المكونات اليوم كلها نباتية، ورح أعطيكم شو هن المقادير. عنا كوبين من المعكرونة يلي هي رح تكون المصدر الأساسي للنشويات. ممكن نستخدم هاي المعكرونة، ممكن نستخدم نوع آخر يلي هو السادة. عندي كوب من الزيتون المقطع يلي هو المصدر الأساسي للدهون الصحية، وعندي كوب من الفليفل المقطع، ممكن تستخدموا لون واحد وممكن تستخدموا عدة ألوان. عندي كوب من المشروم، المشروم كمان مصدر للبروتين. كوب من الفاصوليا الحمراء يلي هي المصدر الأساسي للبروتين في هاي الوصفة، وعندي كوب من الذرة يلي كمان تحتوي على البروتين. رح أعطيكم قديش في مقادير والقيم الغذائية لهالمكونات. رح بلش بخلط المكونات. أول شيء عندي كوبين المعكرونة، عندي كوب الزيتون المقطع، عندي كوب الفليفلة المقطعة، وعندي كوب المشروم. واهم شيء بهي الوصفه هو الفاصوليا الحمراء اللي هي مصدر بروتين ومصدر نباتي. هذا الكوب يحتوي اقل شيء على 15 جرام من البروتين. واخر شيء بنحط الذره اللي هي كوب من الذره. هي بالنسبه للمكونات الجافه. رح استخدم صوص للسلطه، هو صوص جاهز عندي الايطاليان صوص. رح اخذ منه ملعقه طعام كبيره يلي هي تساوي ملعقتين طعام من يلي نحن بناكل منهم. عندي صوص الليمون بيعطي نكهه كثير طيبه مع هاي السلطه، كمان ملعقتين من عصير الليمون، ملح للنكهه، ما نكتر ملح لانه الصوص الجاهز اوريدي فيه ملح، وبنحط ملعقتين من زيت الزيتون. حطينا كل المكونات مع بعض بالاضافه للصوص اللي هو موجود بالبيت، وهلا رح نبلش بخلط المكونات. طبعا هي الكميه بتكفي لثلاث اشخاص، هي ليست كميه لشخص واحد. فنحن كمية النشويات والبروتين والدهون الصحية اللي راح ناخدها من الطبق الواحد راح تكون جدا متوازنة. أقل شيء الطبق راح يحتوي على 20 جرام من النشويات، 5 جرام من البروتين، و5 جرام من الدهون. فهي تعتبر وجبة خفيفة بالإضافة بتشبع لأنه فيها الفاصوليا، فيها الذرة، وفيها المشروم، بالإضافة للمصدر الأساسي للنشويات يلي هو الباستا. طعمة هاي الباستا كتير طيبة لأنه في مكونات مختلفة بهذا الطبق. جربوها وخبروني شو رأيكم. وهيك بيكون خلصت السلطة يلي هي بتنفع لتكون وجبة غدا بالشغل أو وجبة عشاء في المنزل. بلاقيكم بحلقة جديدة في زيكون نت مع راما البيكي.